السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامجنا النهاردة. معاكم عبير السيد، السبت وأربع من كل أسبوع الساعة 9:30. هيسعدنا تواصلكم معانا عبر الأرقام اللي هتظهر على الشاشة. برنامجنا النهاردة بيتكلم عن حاجة مهمة جدا، هو هنتعلم مع بعض إزاي نعمل وصفات طبيعية، ماسكات طبيعية، أجمل الكريمات هنعملها للجسم والبشرة والشعر. طبعا هنعمل حاجات مهمة قوي قوي، اللي هو نفس الكمامات ورجوع للفطره تاني. هناخد كل حاجه من الطبيعه، اللي هو هنبدا ننمي قدرات ومهارات ست البيت من اول وجديد. هنتكلم على ان احنا ناخد كل حاجه من طبيعتنا من الطبيعه او من مطبخنا بدون اي تدخل كيماوي. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه قوي قوي، يمكن حبيت اتكلم عليها في اول حلقه النهارده، اللي هو ملك التجميل، وهو الترمس المطحون. موضوع الترمس المطحون وان هو ملك تجميل ازاي هنعرف النهارده. اولا الترمس مهم جدا جدا داخليا وخارجيا، هنتكلم عليه خارجي طول الحلقه النهارده، بس داخلي هنقول حاجه مهمه قوي. الترمس ليه فوائد كتيره قوي للجسم داخلي. اولا مليان فيتامينات مهمه قوي، خصوصا فيتامين A، لان فيتامين A احنا عارفين ان هو من الحاجات المهمه للبشره، لان بيدي كولاجين للبشره، هيبدا في تجديد الخلايا، في حمض الفوليك، في بعض الحاجات المهمه برضه من عادن زي الفوسفور، الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، في بروتين، حوالي 30% بروتين. وفي حاجة مهمة جدا كمان، اللي هو مليان ألياف، والألياف احنا عارفين ان هي مهمة جدا في تجديد الخلايا، مهمة جدا لمرضى السكر، عشان كده قلنا الترمس من الحاجات المهمة جدا لمرضى السكر. موضوع ان احنا نستخدمه ازاي، هو مهم ازاي في مرضى السكر. اولا هو بيبطئ امتصاص الجلوكوز للجسم، فيبدا يحصل موضوع ان السكر في الجسم يبدا يهدى خالص او ما يوصلش للجسم بسهولة. هنتكلم كمان مهم جدا الترمس في موضوع الامراض الجلديه، وخصوصا البقع الموجوده في البشره، الكلف، الالتهابات الموجوده على الجسم، الروماتويد والروماتيزم مهم جدا في الترمس، اي مشاكل خاصه بالمفاصل عامه. ان احنا بناخد الترمس مع الشعير الاثنين كمشروب، معلقه ترمس مع معلقه شعير بنشرب كمشروب عادي، يعني بيهدي شويه موضوع الالتهابات الموجوده في المفاصل او العظم او الروماتويد. مهم برضو كل البقع الموجودة على الجسم أو الكلف الموجود، الحاجات المهمة دي كلها هنعرف إزاي ممكن نعمل غسول طبيعي بيعالج موضوع الكلف أو النمش الموجود أو البقع الموجودة في الجسم. طبعا ده هنخش فيه قدام. هتكلم عن حاجة مهمة قوي قوي نبدأ فيها النهاردة أول حلقتنا، اللي هو الترمس الخاص بالشعر. بما إننا بنتكلم في مجال التجميل فهنقول أهمية الترمس للشعر، بس قبل ما نتكلم عليه في نوعين من الترمس، في الترمس الحلو وفي الترمس المر. هنقول الترمس الحلو مفيد للشعر في ايه، وهنقول الترمس المر مفيد برضو للشعر في ايه. اولا احنا قلنا الترمس مفيد للشعر في حاجتين مهمين قوي. اولا بيزود انبات الشعر جدا جدا، ويبدا يقلل تساقط الشعر، وبيشيل القشره تماما، يعني بيزيل القشره تماما، وفي نفس الوقت بيأخر انبات الشعر من الجسم. بس ايه هو النوع اللي بيزود الانبات وايه هو النوع اللي بيأخر الانبات، ده المهم. اولا الترمس الحلو من الحاجات اللي بتزود الشعر في الجسم جدا، يعني هيتحط طبعا على فروه الشعر عشان يزودها ويزود الانبات فيها. الترمس المر بيأخر انبات الشعر من الجسم. النهارده هنعرف نعمل ازاي ماسكات، وصفات بسيطه جدا جدا، نعمل ازاي الترمس الحلو كماسك يزود شعر الشعر، فروه الشعر نفسها، او يزود انبات الشعر ويطول الشعر جدا، ويموت الفطر الموجود في الشعر لو كان فيه اي فطريات. هنعرف وبرده الترمس المر هنعرف ازاي نعمله. اولا اول وصفه معانا النهارده هنتكلم فيها هو موضوع ان كتير قوي مشاكل بتيجي تقول لك ان الشعر بتاعي بقصه بيجي فتره معينه وبيعجز ما بيطولش تاني. فالنهارده هنقول حاجه سحريه خطيره جدا جدا، موضوع الترمس من الحاجات المهمه بتطول الشعر جدا. يمكن انا قلتها قبل كده في حلقه ان فعلا بعد كده هنقيس الشعر بمزوره، فعلا هنشوف الشعر بيطول جدا. هو عباره عن هنجيب ربع كيلو ترمس حلو، ربع كيلو ترمس حلو، وهنقعه في حوالي لتر ونص ميه، ما فيهوش اي مشكله خالص، عباره عن ترمس وميه. ده لو عايزين تطويل شعر فقط، يعني عايزين الشعر يطول لوحده وتنظيف لفروه الشعر او يكثف الشعر شويه، هيبقى هنجيب ربع كيلو ترمس، الترمس الحلو، وعلى لتر ونص ميه هيتنقع، هيتنقعه من بالليل لغايه تاني يوم الصبح. طبعا هيتنقع، المفروض يتنقع على الاقل لفتره 6 ساعات، على الاقل 6 ساعات او 7 ساعات. هنيجي طبعا هيصفى في قماشه شاش خالص، وبعد كده ناخد الميه بتاعته اللي هو العصير اللي هيطلع من الترمس نفسه، ونبدا نشطف بيه الشعر كل يوم شطفه اخيره بعد كل حمام، ويتسابع على الشعر لغايه تاني يوم الشطفه اللي بعده. هنستمر على الوصفه ديت من 10 ل 15 يوم متواصلين.
الوصفة دي من الوصفات الرائعة في تطويل الشعر. طيب احنا دلوقتي في فصل الشتاء، فمشكلة قوي ان احنا كل يوم نغسل الشعر، هيبقى مشكلة واجهاد على الشعر. فاللي احنا ممكن هنعمل ايه، احنا نعمله مرتين في الاسبوع نفس الوصفة، هنعملها مرتين في الاسبوع وهنغسل الشعر الفترة اللي هتيجي المرحلة اللي بعدها. يعني احنا هنستمر على الوصفة مرتين في الاسبوع فصل الشتاء او 3 مرات، وفي طبعا في الصيف يوميا. طيب ده بالنسبة لو هنعمله لتطويل الشعر وتكثيفه. طيب لو احنا عايزين، في بعض المشاكل بيحصل ان بيبقى في فتره في فروه الشعر نفسه، في قشره، في بعض الاكزيما، او في بعض المشاكل موجوده على فروه الراس نفسها، هنعمل حاجه كويسه قوي قوي، حاجات بتهدي الالتهاب وحاجات بتساعد في فرد تجاعيد الموجوده في الشعر نفسه. هنعمل ايه؟ هو وصفه بسيطه خالص بنسميها الوصفات السحريه لفرد وتطريه وجمال الشعر، بيخلي الشعر سحر شكله وهيئته والمنظر نفسه، المنظر الشعريه نفسها فيها لمعه حلوه قوي، اللي هو لمعه، اللمعه بيقولوا ايه، اللمعه الصحيه للشعر، مش لمعه وخلاص نحط زيوت وانتهت، لا، اللمعه الصحيه تحس ان الشعر صحي فعلا. عباره عن معلقتين ترمس مطحون، ومعلقتين اوراق السدر، ومعلقتين جرجير، ولو هنحط معاهم حاجه كمان ممكن نزود معاهم عشبه من الاعشاب المهمه جدا لشد الالتهابات الموجوده وبيدي سحر كويس قوي للشعر، هو عشبه البابونج. يبقى تاني الوصفه معلقتين ترمس مطحون، معلقتين اوراق السدر، وهناخد معاهم شويه جرجير، ومعاهم معلقتين زهره بابونج. طبعا التركيبه دي كلها هتتغلي مع بعضها، بعد ما نغليها كويس جدا هناخد التركيبه نصفيها ونبدا نشطف بيها الشعر شطفه اخيره. طبعا شطفه الشعر احنا مش هنعمل زي سيرم او ليسيون ونخبخ على فروه الشعر، مش كل حاجه تتبخ، لازم التركيبه نفسها او الميه تخش جوه مسام الشعر كلها. يبقى هنشطف بيها الشعر شطفه كويسه جدا، شطفه اخيره وهتساب على الشعر. من الحاجات اللي بتشد اي التهاب موجوده على فروه الشعر، من الحاجات اللي بتطول الشعر جدا، الاماكن الفاضيه الموجوده عندنا بتبدا تنبت من اول وجديد، فبيبقى رائع في موضوع انبات الشعر. ده بالنسبه لموضوع الترمس لو احنا هنحطه كتطريه او تغذيه او اكل اي فطريات موجوده على فروه الشعر نفسها. ده بالنسبه للشعر. طب لو احنا حبينا نحط الترمس بقى على الجسم عامه، موضوع ان احنا يبقى عندنا شعر في الجسم بيضايق كل النساء، انا عارفه اكيد. طبعا موضوع ان احنا نتكلف بره ان احنا نعمل موضوع بالليزر، ومش كله هيقدر يعمله ده، يعني مش كلنا هنقدر نعمل الموضوع ده، فاحنا هنعمل النهارده وصفات بسيطه جدا جدا طبيعيه وسهله قوي، ما فيهاش اي مشكله، وفعلا بتاخر الانبات بشكل رائع، يعني بتقلل الانبات بشكل رائع وفتره بسيطه قوي قوي، يعني كمان العرايس يبداوا يشتغلوا فيها من دلوقتي، لو مثلا فرحك قبلها بكام شهر، شهرين ثلاثه نبدا نشتغل الوصفه ونكملها بعد الايه، بعد الزواج ان شاء الله. هنتكلم هنقول ايه، هنجيب بالظبط ربع كيلو ترمس مر، خلفنا اهوت الحلو كان للشعر، المر هنجيبه عشان بيقلل الانبات، ربع كيلو ترمس مر، وهنحط عليه نفس الكلام لتر ونص ميه، هيتنقع في لتر ونص ميه، وهنبدا نصفيه بنفس الطريقه الاولانيه. هناخد ميه الترمس نفسها ونبدا، خلاص عملنا عمليه التنظيف بتاعتنا العاديه بتاعتنا، اذا كان بقى بالشيفنج او بالسويت عادي مفيش مشكله. هتعملي تنظيف عادي عندك وتبداي تعملي المكان اللي انت عملتيه نظفتيه، تبداي تشطفي عليه، تنزلي عليه ميه الترمس كل يوم ساعه، من ساعه لساعتين، من 3 ل10 ايام متواصلين بعد كل عمليه تنظيف. طبعا كل شهر هتحس ان الانبات بيقل جدا جدا، يعني كل مره هتحس ان الانبات بيقل لدرجه ان خلاص بعد كده مش هيبقى فيه خالص الانبات، هيبدا يبقى حاجات بسيطه يمكن ما تذكرش، يعني مش هتشوفيها كتير. احنا مش هنقفل المسام، مش هنقفل الغدد، احنا الغدد مفتوحه عادي الدهنيه بتاعتنا، المسام عندنا مفتحه مفيش مشكله فيها، احنا بس بنشتغل على الشعر نفسها. فده من الحاجات المهمه. طيب في بعض النساء بيقولوا ان بعد عمليه التنظيف بيحصل مشكله كتيره قوي، ان في بيحصل التهابات موجوده على الجسم، حبوب بتظهر، مشاكل، فيمكن اقوى حاجه بتهدي الالتهابات الموجوده على الجسم هو الترمس المطحون. هو ملك التجميل فعلا، لان فوائده كثيره جدا جدا للبشره وللشعر وللجسم عامه. هنعمل وصفه حلوه برده تاني نكتبها مع بعض ان شاء الله، هي من الوصفات الرائعه في تقليل الالتهابات الموجوده على الجسم او ظهور الحبوب بعد عمليه التنظيف، وكمان بتاخر الانبات جدا جدا. هنعمل ايه؟ هنجيب بالظبط معلقتين ترمس مطحون، معلقتين ترمس مطحون، لو انت طحنه الترمس في البيت او نقعاه، احنا بنعمل تركيبه ونحطها في الثلاجه عادي ونسيبها في الثلاجه، فلو انت نقع التركيبه كلها هتجيبي بالظبط شويه ترمس بسيط جدا، ميه الترمس نفسها، وتحطي عليهم معلقه ملح، دوبي فيهم معلقه ملح، وحطي معاهم معلقتين زيت زيتون. يبقى هنجيب ميه الترمس
هنحط فيهم معلقه ملح ومعلقتين زيت زيتون، وتبداي تعملي يعني تشطفي بيهم الجسم شطفه اخيره او المكان اللي فيه عملتي فيه عمليه التنظيف. طبعا بعد كل حمام هنعمل الطريقه ديت من الطريقات المهمه جدا جدا، او بعد كل عمليه تنظيف هنعملها لمده 3 ايام متواصلين بعد السويت او بعد ما خلصتي عمليه التنظيف عامه. هتلاقي ما شاء الله التركيبه هتدي سحر خطير للجسم، اولا غير انها هتقلل الانبات، غير انها هتشد الالتهاب، بتدي شده للجسم حلوه قوي، فتحسي ان الجسم كله مشدود، حتى يعني ممكن يساعد في عمليه ان انت بتشتكي موضوع تجاعيد موجوده في الجسم او مشاكل، دي بتشد الجسم خالص. ده بالنسبه لموضوع تقليل او زياده انبات الشعر لفروه الشعر نفسها. في حاجه كمان مهمه قوي قوي، من الحاجات المهمه بيشتكوا منها كل النساء، احنا بنيجي نحط الميك اب، فالمشكله ان الميك اب بيسيح مننا واحنا حاطينه، فايه المشكله او ايه الحل اللي احنا ممكن نعمله؟ دي مشكله، طب ايه حلها؟ طبعا بس اهم حاجه جديد النيه، حولي العاده دي لعباده عشان ربنا ياجرك بيها. حاولي ان انت تقولي يا رب اتدين واتجمل في بيتي لزوجي، ابقى انيقه وجميله وكل حاجه، بس تكون نيتك ابدا يعني اولا ان يكون التجميل ده على سنه نبويه، يكون للزوج، ما يبقاش فيه نوع من التبرج، اهم شيء عشان نقدر ندي الوصفات بايه واحنا مرتاحين نفسيا جدا. هنيجي نتكلم في حته ان احنا نقدر ازاي نحط بعض الماسكات المهمه جدا جدا بتقلل ان الميك اب يسيح عن على البشره او يثبت لو رحمه مناسبه او حاجه. عباره عن نكتب الوصفه كده معانا، معلقه ترمس مطحون ومعلقه عسل نحل ومعلقه لبن. هنقول تاني، هنجيب معلقه ترمس مطحون، معلقه عسل نحل ومعلقه لبن. هنعجن كل التركيبه مع بعضها ونبدا. طبعا هننضف البشره كويس جدا قبل استخدام اي ماسك، اتفقنا على كده. نبدا موضوع الماسك او استخدام البشره، ان احنا نغسل البشره كويس جدا، ننضفها، نعمل عمليه سكراب للبشره، وبعد كده نبدا نحط الماسك على البشره. هو الماسك ده المهم فيه ان فيه تقشير، يعني الترمس في العادي بيعمل عمليه سكراب طبيعي لوحده، يعني بينزل الخلايا الميته لوحدها اللي موجوده على البشره، فهو عمليه تقشير لوحده، فتحسي ان هو من غير حاجه خالص عملتيه بشويه ميه مع ترمس مطحون حطيتيه على البشره عشان ينضف لك البشره، هتلاقي بشرتك رائعه جدا جدا وناعمه جدا. فهو لوحده هو عمليه تنظيف لوحده. بس عشان احنا نثبت الميك اب اكتر او نثبت ننضف البشره تنظيف عميق شويه، احنا بنحط معاهم العسل واللبن معاهم، لان بيدي نضاره حلوه قوي قوي، بيعوض الكولاجين للبشره برده، اللبن حاجات مهمه جدا للبشره. هنبدا نخلط الماسك كله على بعضه ونغسل البشره ونحطه على البشره كلها ونسيبه عليها لمده تلت ساعه. بعد تلت ساعه نبدا نفرك فرك خفيف جدا جدا، وبعد كده نشطف الوش كويس قوي قوي، ونبدا نجيب بعد ما خلصنا خلاص الماسك نجيب قطعه تلج صغيره. طيب معانا اتصال. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا استاذه عبير؟ اهلا وسهلا، ازيك يا استاذه مروه؟ اهلا وسهلا، اتفضلي يا استاذه مروه. الله يخليكي. بدأت مع حضرتك، بس انا كنت عايزه سؤال بالنسبه لبنتي. اتفضلي. هي صغيره عندها 3 سنين. ايوه. بس شعرها يعني هايج جدا ومجعد. ايوه. انا بدهن لها زيت زيتون بس بصراحه مش جايب نتيجه يعني. ايوه. يعني اقدر اعمل لها ايه؟ حاضر حاضر هجاوبك حالا. حاضر حبيبي. حاضر. هنرجع تاني هقول بس نجاوب على السؤال الاستاذه مروه. موضوع شعر البنت هايش او البنوته عندها 3 سنين، اولا بعد 3 سنين نبدا نقول الشعر البنت نبدا او الولد نبدا نحدده بعد 3 سنين. فشعرها مجعد حاجه بسيطه خالص هنعملها سهله خالص، ان احنا الشعر مجعد ما نحاولش نكتر الزيوت فيه، لان فتله الشعر يبدا تظهر بعد 3 سنين، هنبدا نعرف اذا كان فرقها ايه. الزيوت هتقل طبعا، مش هنكتر زيت خالص ولا زيت زيتون ولا اي حاجه خالص، اكتر من انت انك هتحطي بعض الوصفات والاعشاب البسيطه جدا اللي احنا هنشطب بيها شعر البنوته، زي ورق السدر. هنجيب ورق سدر معلقتين اوراق السدر، ومعاهم معلقتين زهر البابونج، معلقتين اوراق السدر ومعلقتين زهر بابونج، وهنغليهم كويس جدا جدا، ونبدا نشطف بيهم الشعر شطفه اخيره. يعني البنوته خلاص هيتعمل ورق السدر مع البابونج ويتغلي في شويه ميه، مثلا كوبايتين ميه مع معلقتين ومعلقتين، ويبداي تصفي التركيبه وتشوفي بيها شعرها شطفه اخيره. هو لوحده الاوراق السدر مع البابونج وممكن نحط معاهم ميه الترمس كمان هيفيد جدا معاكي، هيبدا يفرد الشعر فرد رهيب لوحده من غير اي مواد كيماويه او من غير استخدام زيوت خالص دلوقتي. بعد 3 سنين يعني ممكن على 4 سنين نبدا نستخدم بعد الزيوت البسيطه خالص، زيت زيتون مش هنحطه خام، هنحط معاه بعد زيوت زي زيت اللوز الحلو او زيت اللوز المر. من الحاجات المهمه جدا للشعر. هنكمل
بقيت موضوعنا على احنا كده اتكلمنا في حته ان احنا نعمل خلاص حاطين حته التلجة ومشيناها على الوش عشان نبدا نثبت الميك اب اكتر. طيب احنا كده خلصنا حطينا التلج خلاص ثبتناه على البشره. هو التلج كمان مش من الحاجات اللي هي بتثبت الميك اب وبس، بتشد البشره جدا. احنا عارفين ان في بعض المراكز الكبيره جدا بيعملوا ماسك لشد تجاعيد البشره بالتلج لوحده من غير اي حاجه خالص. يمكن ما فيش حد يعرف موضوع الماسك ده، ما فيهوش اي مشكله ويمكن بيكلف كتير جدا جدا وما فيهوش اي مشاكل، لانك بتجيبي طبق فيه شويه ميه وفي قطع تلج بسيطه وتبدأي تحط وشك يعني البشرة كلها أو الوجه كله في قلب المية بالتلج طبق ده نفسه، وتسيبيها عليها لفترة مثلا إيه في أول في البداية خالص، تسيبيها لمدة دقيقة حسب ما تحملي إن بشرتك تتحملي نفسك قد إيه في المية، وتقومي لا في الأول 30 ثانية بعد كده تبدأي تحطي بعدها 40 ثانية بعد كده تبدأي توصلي لغاية دقيقة لغاية ما تلاقي الوش تقومي منه. البشرة مشدودة جدا جدا جدا، مفيش أي تجاعيد خالص، تحس إن البشرة فيها حمرة حلوة قوي قوي طبيعية، مفيش أي مشكلة لأن بتجدد الخلايا باستمرار وتلاقي الدورة بتاعت الجسم كلها اختلفت فماشية صح مظبوطة كويس جدا. ده بالنسبة لموضوع التلج التلمس مطحون. في حاجة كمان مهمة موضوع التلمس بقى، احنا قلنا تلمس حلو وتلمس مر. طب التلمس في العادي مفيد جدا للبشرة الجافة ومفيد للبشرة الدهنية. طب هنعرف ازاي ممكن الماسكات اللي احنا نعملها بالترمس مطحون للبشره الجافه، لان احنا قلنا ترمس فيه ايه؟ الترمس فيه ماده فيتامين ايه، فيتامين ايه ده فيه نسبه يعني من الفيتامينات المهمه جدا اللي بتجدد الخلايا، بيزود ماده الكولاجين في البشره، فده مهم جدا للبشره الجافه. بس هنعمل الماسك اللي جاي ده من الماسكات المهمه جدا جدا للبشره هنتكلم عليه، عباره عن ترمس، معلقه ترمس مطحون، معلقه لوز مبشور. اللوز اللي هو بتاعنا نبشره، ولو ما فيش لوز مبشور ممكن تجيبي معاهم كفايه، ممكن نحط مثلا لوز زيت اللوز نفسه ما فيش مشكله فيه، يعني لو في زيت لوز حلو، لو ما فيش لوز مبشور لان مش كلنا هيبقى عندنا لوز مبشور، بيبقى كفايه ترمس مع اللوز الحلو ومعلقه لبن. تاني معلقه ترمس، معلقه زيت لوز حلو ومعلقه لبن، هنخلط كل التركيبه مع بعضها ونبدا نوزعها كماسك على البشره، البشره الجافه، وهنسيبه ثلث ساعه. احنا هنتفق ان احنا ان شاء الله اي ماسك هيتحط على البشره ما يتحطش اكتر من ثلث ساعه ما عدا ماسكات التفتيح، ممكن يوصل لغايه ساعه معاكي. يبقى اي ماسك بيتحط على البشره ثلث ساعه ما عدا ماسكات التفتيح ممكن يوصل لغايه ساعه، فهو الماسك هيقعد ثلث ساعه، بعد كده تبداي تفركي فرك خفيف جدا جدا وتشطفي البشره كويس جدا. لو هنحط بقى اللوز المبشور هنبشر اللوز ونحطه كتركيبه، طبعا هيشتغل معاكي اقوى بكتير، فطبعا هنحط ده على ده ونبدا نمشيه كماسك رائع للبشره الجافه. لما تخلصي الماسك ده هيشطف كويس جدا بميه فتره، وبعد كده نبدا نحط يعني نقطه ميه ورد على البشره كلها عشان نقفل المسام كلها. ده بالنسبه للترمس مطحون للبشره الجافه. طب هل الترمس مطحون مهم جدا للبشره الدهنيه؟ اقوى حاجه للبشره الدهنيه هو الترمس المطحون، بس هنحط معاه بعض الحاجات المهمه جدا، زي هنعمل ماسك من الماسكات الرائعه اللي بترمس للبشره الدهنيه، عباره عن معلقه ترمس مطحون، معلقة ردة، ومعلقة طمي مغربي. تاني معلقة ترمس مطحون، معلقة ردة، ومعلقة طمي مغربي. طبعا هنحط التركيبة دي كلها هنعجدها بمية ورد ونبدأ نغسل البشرة كويس جدا وهنسيبه على البشرة، نبدأ نمشي الماسك على البشرة كلها وهنسيبه عليها لمدة تلت ساعة، تلت ساعة على البشرة، بعد كده نبدأ نفرك فرك خفيف جدا. لو حد عنده بعض الحبوب، عندك بعض البثور السوداء الموجودة في البشرة، نبدأ نفرك زي سكراب كده تنظيف، وهنبدأ بعد الفرك خالص نبدأ نشطف الوش كله ونحط طبعا مية الورد. هيتعمل مرتين في الأسبوع، من الماسكات الرائعة للبشرة الدهنية وبيقلل الدهون جدا، لأن في العادي الردة بتقلل بتمتص الدهون الموجودة في البشرة، والطمي المغربي في العادي برضه بيمتص الدهون الموجودة في البشرة، بيفتح درجة البشرة تفتيح حلو قوي قوي، بيخلي البشرة رايقة. يبقى كده احنا تاني الماسك ده من الماسكات الرائعه للبشره الدهنيه، عباره عن معلقه رده، معلقه ترمس مطحون، ومعلقه طمي مغربي، هيتعجن بميه ورد، وبعد ما تخلصي الماسك تحطي تلت ساعه، وبعد كده تشطفي البشره كويس جدا وتمشيه على البشره قطنه بميه ورد عشان تقفلي المسام. موضوع برضو الترمس المطحون في شد الصدر، احنا هنقوله الترمس المطحون على فكره من الحاجات اللي بتشد الثدي جدا جدا عند النساء، عندها بعض الترهلات، وخصوصا موضوع ترهلات الجسم عامه او ترهلات منطقه الثدي بالاخص بتضايق بعض النساء، فاحنا هنتكلم عليها النهارده، نقول ايه الماسك
من المسكات الرائعه بتشد الجسم كله وخصوصا المنطقه دي. بس قبل ما نتكلم عن الموضوع ده في اسئله جايه حلوه قوي هتكلم عليها على اس ام اس. انا باقي على فرحي شهرين، عايزه وصفه طبيعيه لتفتيح البشره. هنقول وصفه طبيعيه لتفتيح البشره برضو داخله فيها الترمس المطحون. حاضر. طيب نتكلم عن موضوع تفتيح البشره بما اننا هنجاوب بس على الاسئله سريع. طيب معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام يوسف، اتفضلي. الله يخليكي استاذه عبير، لو سمحت انا عندي بنتي عندها 12 سنه، شعرها ناشف جدا ومجعد قوي ومكعبل على طول في بعضه كده، مش بعرف اسلكه فبقص. شعرها ناشف جدا جدا وزعلانه وعلى طول تعيط، عملت لها حنه فرد بوظت شعرها خالص. طبعا بقالها سنتين عاملاها نحلت من قدام كده جامد قوي، على طول جايبه القص على جنب وشعرها بقى فاضي من جنبين. شعرها ناشف جدا جدا يا استاذه عبير. حاضر والله. حاضر جاوبك. حاضر حالا. حاضر حالا. موضوع ان الشعر 12 سنه وشعرها ناشف قوي قوي، هنعمل تركيبه حلوه قوي من تركيبه الزيوت المهمه جدا للشعر، بتعالج جزئيه النشفان الموجود في الشعر مع ماسك بسيط قوي وسهل للبنوته. اولا لازم شعرها يشتف ميه الترمس ده يوميا، يعني لو انت حابه تغسلي شعرها يوميا يشتف اخر شطه ميه الترمس، لان بيفك التجاعيد الموجوده في الشعر. دي كده اول خطوه. تاني حاجه مهمه قوي قوي، هنعمل ماسك من الماسكات البسيطه للبنوته، ان احنا هنجيب بالظبط 3 معالق مايونيز، 3 معالق مايونيز معاهم 3 معالق بلسم عادي، مايونيز وبلسم الاثنين مع بعض، 3 معالق مايونيز 3 معالق بلسم ومعلقتين زيت لوز حلو. تاني 3 معالق مايونيز و3 معالق بلسم ومعلقتين زيت لوز حلو. هنخلط التركيبه دي كلها، نغسل الشعر كويس جدا ونمشي التركيبه على الشعر ونسيبها على الشعر لمده بالظبط من 10 ل 15 دقيقه. وبعد كده بتبدا تشطفي الشعر كويس قوي قوي. خلاص الشعر شطف كويس، يبقى هنحط تركيبه الزيوت اللي هقول لك عليها دلوقتي حالا. عباره عن زيت لوز حلو وزيت لوز مر وزيت خروه وزيت جرجير وزيت صبار. لوز حلو، لوز مر، خروه، جرجير، صبار. هنركب التركيبه دي كلها على بعضها ونبدا نعمل لها زي حمام زيت للشعر. هتحط على الشعر مرتين في الاسبوع، الماسك مره واحده، ومجموعه الزيوت هتتعمل مرتين في الاسبوع. حمام زيت عادي بيتحط ست سبع ساعات على الشعر، وبعد كده بتشوفي الشعر شطفه كويسه وتعملي حمام كانك بتعملي زي الفوطه السخنه زي احنا كنا ماشيين زي عادي، او سشوار ماشي على شعر 10 دقائق وهيساب على شعر. اولا هتلاقي الشعر بدا يفرد معاكي كويس جدا جدا. هيبدا التجاعيد اللي فيه تفك خالص. بلاش تقص شعرها بالله عليك، يعني لو عملتي كده مش هتحتاجي انك تقص شعرها كتير، لان ساعات بيبقى الواحد بيبقى حزين وهو بيقص فعلا شعره، ودي اكتر حاجه يعني بتسرع في موضوع ان الشعر يعجز ما يطلعش تاني. انك يعني الحاله النفسيه بتاعتك كنت بتقص الشعر متضايقه قوي ان انت شعرك بيتقص، فتلاقي نفسك الشعر وقف ما طلعش تاني. فيعني نحاول ان احنا نعمل كده ونشوف ايه الاخبار، هتلاقي نتيجه رائعه ان شاء الله. نرجع في موضوع السؤال اللي جاي لنا على الاس ام اس، موضوع تفتيح البشره. موضوع تفتيح البشره برضه هناخده من الترمس. هقول لك ماسك من الماسكات الرائعه رائعه في عمليه التفتيح. بس قبل ما هنتكلم في موضوع تفتيح البشره هنتكلم برضه على سكراب تنظيف بالترمس. احنا بما اننا بنتكلم في موضوع الترمس، سكراب تنظيف بالترمس المطحون عشان ننزل الخلايا الميته الموجوده في البشره كلها او الاماكن الداكنه الموجوده في الجسم. فاحنا كده هنلاقي ايه بدا يعني سكراب بيعمل استقبال الماسك اللي هيجي. بما اننا اتكلمنا في موضوع تنظيف الجسم من الشعر الزايد الموجود فيه، فخلاص احنا كده نضفنا جسم شعر زايد الموجود فيه، هنبدا يعني نركز موضوع تفتيح الاماكن الداكنه، فهيبقى ماشيين في نظام حلو جدا جدا للجسم وللشعر. هيبقى الجسم كله كل ما تلاقي الجسم نظيف وفي نقاء في صفاء كويس قوي قوي، رايق ما فيهوش مشاكل، بتبقى انت نفسك مرتاحه جدا جدا. فهنتكلم عباره عن ايه الماسك. السكراب نفسه عباره عن معلقتين ترمس مطحون، معلقتين ترمس مطحون، ومعلقه ملح، ومعلقه رده، معلقتين ترمس مطحون، معلقه ملح، ومعلقتين او معلقه رده. هيتعجن التركيبه دي كلها بميه ورد، وهبداي تحطيها على الاماكن اللي انت عايزه تفتحيها زي سكراب تنظيف. هسيبيها 10 دقائق ونبدا نفرك فرك خفيف للمكان دوت، وهيبدا ينزل الخلايا الميته هتنزل كلها من المكان ده خالص. فهيبدا استقبلي بقى الماسك اللي هيجي هيشتغل معاك كويس جدا جدا. ده عمليه السكراب او التنظيف اللي بتعمليه. طيب موضوع بقى تفتيح الاماكن الداكنه في الجسم،
طبعا انك انت في الاستاذه اللي بعتالي شهرين فاضل شهرين على فرحها, فهيبقى فتره كويسه جدا جدا لان احنا المفروض قبل الفرح بشهر بنبدا نحضر نفسنا, فشهرين هيبقى كويس قوي معاكي وتفتيح هيشتغل معاكي كويس او مش هتحتاجي انك تعملي اي استعدادات تانيه لانك تعملي الماسكات ديت. عباره عن ايه الماسك؟ عباره عن معلقتين ترمس مطحون, خوختين لو في خوخ هيبقى الخوخ رائع, لو حتى ما فيش ممكن تجيب الكومبوت العادي, معلقتين خوختين ومعلقتين ترمس مطحون, كوبايه زبادي. طيب نوقف في معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا مدام ايمان, اتفضلي. اهلا بحضرتك استاذ عبير. اهلا وسهلا, اهلا بيكي حبيبتي, اتفضلي. انا عندي بنتي عندها 5 سنين. اه هي شعرها كان كويس وهي شعرها حلو كده. أيوه. بس تقريبا لخبطت في الكريمات والحاجات ديت وبتروح. أيوه. الحضانه مع الشمس وكده. دلوقتي بقى هي جدا وناشئ ودايما لما بسرحه بيتساقط, بس مش بيتساقط شعرايه كامله, بيبقى مقصف نص شعرايه مقصف. ايوه بيبقى مقصف وكده. ايوه حاضر. فاستعملت لها, انا بستعملها زي الزيتون والكريمات, فكنت عايزه حاجه تطريه زي ما كان الاول وترجعه لطبيعته, ودايما بتتعب لما بسرحه لها. حاضر ماشي, حاضر جاوبك حالا. حاضر يا حبيبتي, جزاك الله خيرا على الاتصال. طيب نكمل بقيه الماسك التفتيح وبعد كده نخش على السؤال بتاعنا اللي هو الكريمات او الشعر المقصف, هنتكلم عليه بتفصيل مهم قوي لان هنعمل كريم حلو قوي للشعر ده. يبقى تاني هنقول الماسك تاني, معلقتين ترمس مطحون, خوختين, ومعاهم معلقتين زبادي, يكون زبادي خمران كويس جدا, وقلنا خمران يعني قبل الماسك بيومين ثلاثه تكوني جايبه الزبادي وحاطاه في الثلاجه, تبدأي تاخدي التركيبه كلها وتحطي معاهم ميه ورد. هيضرب كل التركيبه في الخلاط, ضربتيه كله في الخلاط هيبقى معاكي زي كريم, عملتي كريم ماسك كريمي خالص, هتمشيه على الجسم كله, مش هنحطه بقى على الاماكن داكنه وبس, احنا عايزين يفتح يخلي الجسم كله درجه واحده, فيبقى لونه جميل قوي قوي, ما فيش حته فاتحه وحته غامقه. هنحطه على الجسم كله وهنسيبه ساعه يوميا لمده شهر كامل, بما ان فرحك فاضل عليه شهرين فهيبقى شهر كامل حلو قوي قوي معاكي. هنستمر عليه شهر كامل ساعه يوميا, هتلاقي النتيجه رائعه ان شاء الله معاكي, هيبقى نتيجه انت هتنبسطي منها جدا على فكره. موضوع ان سؤال بتاعنا عندها 5 سنين بنوتك وحطيت لها كريمات كتيره والشعر. طب انا هقول لك النهارده طريقه عمل كريم رائع قوي قوي, هيقلل موضوع التقصف الموجود في الشعر, هيقلل موضوع تساقط الشعر قوي, فكل يركز فيه لان الكريم دوت من الكريمات المهمه جدا وتعمليه في البيت عادي مفيش اي مشكله فيه. احنا قلنا فكره برنامجنا ان احنا هنعمل كريمات حلوه قوي في البيت, هنعمل وصفات حلوه جدا من غير ما نكلف نفسنا في اي حاجه. عباره عن ايه الكريم؟ عباره عن معلقتين فازلين ومعلقه عسل, معلقتين فازلين, معلقه عسل, 3 معالق زيت صبار, ومعلقتين زيت لوز حلو. تاني, معلقتين فازلين, معلقه عسل, 3 معالق زيت صبار, ومعلقتين زيت لوز حلو. طبعا هنحطه طبعا هنسيح الفازلين الاول, هيسيح زي ايه في على الووتر باس اللي هو الحمام المائي او حمام ميه كده, هتجيبي حمام ميه عادي وتحطي فيها التركيبه كلها وتبداي خلاص صح معاكي الفازلين, هتبداي تطلعيه من على النار وتبداي تحطي معاه الكريمات او الزيوت بتاعتك كلها تشغليها معاها, اشتغلت كلها مع بعضها تحطيها في علبه عندك كويسه قوي وتروحي حاطاه بعد ما تخلصي كله تروحي حاطه عليها, حطها في علبه لغايه ما تبدا تجمد معاكي خالص, وتستخدميه ككريم ترطيب للشعر وبيقوي جدا موضوع التقصف لان في عسل بيعالج التقصف الموجود في الشعر, زيت اللوز وزيت الصبار من الحاجات اللي بتقوي الشعر جدا. ايوه معانا تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه استاذه سمر. لو سمحتي يا دكتور, كنت عايزه اسال يا ترى في كريم لمناطق السليليت في الجسم وازاله الكرش؟ حاضر يا استاذه سمر, حالا هجاوبك. سليليت موضوع تاني والكرش, يبقى احنا كده عملنا كريم طبيعي حلو جدا تقدري تعمليه كدهان خالص, نحاول ان احنا بقى ما نغيرش من كريم لكريم. يبقى انت النهارده معاكي كريم طبيعي هتعمله لها في البيت ما فيهوش اي مشكله خالص, ما بيكلفش اي حاجه وما فيهوش اي وقت, مش هياخد معاكي وقت كبير. طيب التليفون معانا استاذه اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, اتفضلي يا استاذه اسماء. لو سمحتي, انا كنت بعالج شعري من حوالي سنه وشويه فما نفعش علاج الكيماوي خالص. ايه المشكلة عندك في شعرك؟ بخاخات وكريمات وكده يعني. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة عند حضرتك في شعرك ايه؟ كان شعري طويل خالص ونزل مرة واحدة. اتفضل. فمرة واحدة كده تساقط ونزل وبعد ما طلع الشعر الجديد
طلع مقعد وناشف وبتساقط برضه. ما طلعش الاصل. انت كنت عامله قبل كده فرد او حاجه؟ لا هي حصلت كوي بس بعد التساقط. اه حاضر حاضر هجاوبك حالا. حاضر شكرا اتصالك يا حبيبتي. شكرا اتصالك. يبقى كده هنتكلم. احنا قلنا كده كريم طبيعي للشعر وقلنا ماسك التفتيح. هنجاوب على السؤال اللي بعده. سؤال الأستاذة سمر، إزالة السوليليت أو في كريم ممكن نعمله اللي بيزيل السوليليت أو الستريتش مارك عامة، السوليليت ستريتش مارك أي مكان في زيادة في البطن الكرش الحاجات دي كلها، طبعا في كريمات حلوة قوي قوي تعمليها في بيتك عادي ما فيش أي مشكلة خالص وهقول لك عليها النهاردة. الكريمات المهمة جدا 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 لإزالة السوليليت والستريتش مارك والكرش الزيادة في الجسم. أولا عشان أبقى صريحة معاكي وما أكدبش عليكي، موضوع السوليليت والستريتش مارك مش هيمشي معاكي بكريمات قوي قد ما تمشي بالمشي العادي، فلازم تمشي كل يوم ساعه لان المشي بيشد الجسم جدا جدا مع عمل نظام رجيم حلو قوي مع انك تشتغل على الاجهزه شويه مع كريم اللي هقول لك عليه دلوقتي هينزل معاكي كويس قوي ان شاء الله. عباره عن 3 معالق فازلين هتحطي معاهم معلقتين زيت نعناع ومعلقتين زيت جنزبيل. طب ثواني اتفضلي يا استاذ ام احمد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ايوه اتفضلي يا استاذه محمد اتفضلي. لو سمحتي انا ام احمد انا عندي سكر. عندك ايه معلش؟ اسمعيني معلش من فضلك اسمعي وطي التلفزيون اسمعي من التليفون افضل. ايوه عندي سكر وشعري بينزل او مش عارفه من علاج السكر ولا ايه. حاضر حاضر هجاوبك حالا. يبقى هنعيد تاني موضوع الكريم اللي هنعمله اللي هو بيزيل الكرش او بيزيل السوليت او الستريتش مارك. هيعبره قلنا 3 معالق فازلين معاهم 3 معالق زيت نعناع ومعلقتين زيت جنزبيل ومعلقه زيت قرفه و3 نقط شطه. تاني يبقى 3 معالق فازلين هنحط معاهم 3 معالق زيت نعناع معلقتين زيت جنزبيل معلقه زيت قرفه و3 نقط شطه. طبعا هنحط الكريم هنسيح الفازلين على النار زي ما قلنا وهنبدا نحط التركيبه كلها بقيه الزيوت عليها. وبعد ما تخلص خلاص الزيوت كلها نبدا نحطها في حمام مائي هتبدا تبرد معاكي وتبداي تحطيها في علبه كريم عندك وتحطيها كدهان عادي لاماكن البطن. بس على المهم احنا هنحط الدهان ما فيش مشكله فيه، بس اهم حاجه بعد الدهان احنا ممكن نعمل ايه. اولا لو منطقه البطن عندك فيها زياده هنبدا نعمل حاجه كويسه قوي قوي. طيب ناخد التليفون ده ونكمل. اتفضلي يا استاذه حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذه علي؟ اهلا وسهلا اهلا بيكي حبيبتي اتفضلي معاكي. لو سمحت عايزه وصفه للهالات السوداء ووصفه للشعر المتساقط ولو سمحت يعني وعايزه وصفه للشعر الخفيف. حاضر عينيا حاضر. متشكره جدا على اتصالك متشكره جدا. يبقى تاني هنتكلم في موضوع ان احنا ازاي ننزل منطقه البطن. اولا موضوع منطقه البطن بالاخص ليها طريقه تمرين معين جدا وبينزل كويس قوي قوي تمرينين مهمين. يمكن اول تمرين اللي هو النفس اللي بتسحبي النفس تكتمي النفس تبداي تطلعي نفس واحده واحده اللي هو كتم النفس دوت وتطلعيه واحده واحده بيشد عضلات البطن كلها فيبدا يقلل الدهون الموجوده في منطقه البطن. طب لو احنا حاطين الزيوت دي واحنا بنكتم النفس وحاطين الزيوت معانا ده هيشتغل معاكي اقوى بكثير الكريم اللي احنا عملناه. نبدا نقسم البطن 4/4 وناخد كل ربع لوحده وندهنه بعكس عقرب الساعه. ده بينظم الحركه الدوديه للمعده غير ان هو بينزل الدهون وبيساعد في تسريح الدهون بينظم الحركه الدوديه للمعده جدا جدا بيظبط جدا جدا منطقه البطن عامه او منطقه الكرش عند الرجال او النساء ايا كان مين. فالاثنين هيشتغل معاهم كويس قوي قوي فمن الحاجات المهمه لنزول البطن قوي مع المشي طبعا. تليفون. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. سمر اتفضلي. عليكم السلام وبركاته. اهلا استاذه سمر اتفضلي. المفروض كنت عايزه حاجه لوصفه لتفتيح البشره. تفتيح حاضر. تفتيح البشره بس تكون طبيعيه يعني. حاضر حاضر شكرا على اتصالك. طيب نجاوب كده على السؤال اللي بعده. اسماء استاذه اسماء، علاج الشعر الطويل اللي بينزل مره واحده يعني هي بتقول لك ان عندها مشكله ان شعرها بينزل مره واحده وبيحصل فيه تساقط كتير. فطبعا احنا هنقول وصفه حلوه قوي تساقط الشعر من الحاجات المهمه احنا قلناها في موضوع الترمس. احنا هنقول معلقتين ترمس مطحون او ميه الترمس هنحط معاهم معلقتين اوراق السدر ومعلقتين بابونج. تاني معلقتين ترمس مطحون ميه الترمس نفسها اللي احنا نقعناها هنجيبها نحط ممكن ناخد منها كوبايه ميه ترمس هنحط معاهم معلقتين بابونج ومعلقتين
اوراق سدر، هنغلي البابونج واوراق السدر مع بعضهم، واما يتغلوا كويس جدا ويبردوا هنحطهم مع ميه الترمس ونبدا نشطف بيهم الشعر شطفه اخيره. يبقى شطفه شطف شعر شطفه اخيره بعد كل حمام هيقلل من تساقط الشعر جدا جدا، هيعالج من جوه تجاعيد الشعر عامه، التجاعيد الموجوده في الشعر ده هيقللها خالص. ده بالنسبه للوصفه، موضوع ان الشعر بيقع كتير. وطبعا الحاله النفسيه مهمه جدا، فاحنا نحاول نهيئ نفسيتنا يعني نفسيا شويه، نحاول ان انت تهدي اعصابك لو انت مشدوده شويه. الحاله الصحيه والتغذيه مهمه جدا في موضوع انها بتعجل في تساقط الشعر، فنحاول ان احنا نقطع من اكلنا وخصوصا الحاجات الخضراء، الجرجير، البقدونس، الشبت، الكرفس، الحاجات الخضراء كتير، الفلفل الاخضر، وده اهم حاجه لان الفلفل الاخضر في ماده الكولاجين بيساعد موضوع تجديد الخلايا، في بعض الفيتامينات المهمه جدا 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 لمنع تساقط الشعر. السؤال اللي بعده هو شعرها بيقع وعندها السكر، فقال يعني هل ليه علاقه؟ طبعا السكر ليه علاقه في موضوع نزول الشعر. اي مشكله داخليه للجسم او عضويه بتعمل خلل شويه في جهاز المناعه، فبتعمل موضوع ان الشعر بيقع. فاحنا نحاول، قلنا موضوع السكر النهارده نحاول نزود موضوع الترمس، تاخدي معلقه ترمس لموضوع السكر وظبطي فيه، لان بيمنع بيبطئ امتصاص الجلوكوز للدم عامه، فاللي هو بيساعد في ان السكر ما يعلاش في الجسم عامه، فده في العادي. تاني حاجه مهمه قوي قوي ان تساقط الشعر، نفس الوصفه اللي احنا قلناها فوق هنقوليها تاني، هتعمليها نفس الكلام مع تنظيم الاكل عندك، لان ممكن يكون عندك شويه لخبطه في الاكل بيعمل كده، التغذيه بتاثر معاكي جدا. كتري الحاجات الخضراء ليكي كمان عشان موضوع السكر هتكتريها بالظبط. لو احنا زودنا الحاجات الخضراء يعني صدقا 3 ايام متواصلين، بس 3 ايام هتلاقي الشعر تساقطه بيقل تماما. يعني لو وظفتي 3 ايام متواصلين ان انت تاخدي حاجات خضراء، تساقط الشعر هيقل تماما. دي اول حاجه. طيب استاذه ام احمد، ام محمد ده خلاص جاوبناها. حنان بقى من اسيوط كان بيتكلم على عايزه حاجه الهالات السوداء. هالات سوداء، اقوى حاجه الهالات السوداء حاجتين مهمين قوي قوي، اللي هو الشاي الاخضر مهم قوي الهالات السوداء. بس هنعمله ازاي؟ ان احنا هنجيب كوبايه شاي اخضر هنغليه عادي وهنبرده، وهناخد الميه بتاعت الشاي نفسها اللي هي ميه الشاي الاخضر احنا صفيناها، هنحطها في الثلاجه عندنا تبقى بارده، وتبداي تحطيها كمادات هالات سوداء عليها. هنحطها كمادات بسرعه، فاضل دقيقتين على احنا نختم، بس هنقول سريعا كده، هنحملها كمادات على العين 10 دقائق يوميا لمده بالظبط شهر متواصل، مع عمليات ان احنا نعمل الكيوي نفسه ونبدا نحطه على الهالات السوداء. تاني حاجه تساقط شعر، نفس الوصفه اللي احنا قلناها فوق اللي هي بتاعه الترمس مطحون والاوراق السدر، الحاجات المهمه قوي. الجرجير فيه وصفات حلوه قوي بالجرجير، عصير الجرجير نبدا نعصره في الخلاط وندلك بيه فروه الشعر مره في الاسبوع او مرتين، بيقل جدا جدا تساقط الشعر. سمر بتقول عايز حاجه تفتيح البشره. تفتيح البشره يا سمر هنتكلم نفس الماسك اللي احنا قلناه بتاع الخوخ لسه متكلمين عليه دلوقتي. الخوخ عباره عن معلقتين خوختين، معاهم معلقتين ترمس مطحون، معلقتين زبادي خمران، قلنا جه قبلها يكون بيبين في الثلاجه، ومعاهم ميه ورد نعجنه كويس جدا نضربه في الخلاط، ونبدا نجيب ماسك على البشره او على الجسم يوميا. لو عملتيه يوميا لمده شهر كامل هتلاقي البشره كلها لونها ابيض رائع جدا ونقي جدا جدا. ولو ما كانش بقى، لو ما فيش عندنا دلوقتي الخوخ مش متوفر حاليا او ما تقدريش تجيبيه، هو سهل ان انت تجيبيه من اي سوبر ماركت. لو ما كانش ممكن سريعا كده تجيبي معلقه نشا مع معلقه ميه ورد، معلقه زيت لوز حلو، نقطتين ليمون، معلقه نشا، معلقه ميه ورد، معلقه زيت لوز حلو، نقطتين ليمون، تحطيها كماسك على البشره بعد غسيل البشره كويس جدا، وسيبيها ساعه لمده شهر كامل. طبعا عشان الوقت، الاس ام اس، انا اعاني من القشره واستخدمت شامبوهات كتيره ومفيش فايده. طبعا اكتر حاجه بتزود القشره هي شامبوهات اساسا، يعني اي شامبوهات خالص. يعني احنا قلنا هنستخدم شامبو خاص بالبيبي اكتر، فعشان يبقى ما فيهوش ماده الاس ال اس او المواد اللي هي خاصه او استفاد صوديوم كتير، فيبدا يزود القشره مع ميه الترمس. تشوفي شعر ميه الترمس من الحاجات المهمه بتقلل القشره تماما خالص. لو سمحتي انا عايزه وصفه لحب شباب، انا عندي 25 سنه. طيب وصفه لحب شباب حلوه قوي، دي اخر وصفه هتكلم فيها، والباقي ان شاء الله هنقول الحلقه الجايه. هو وصفه لحب شباب عباره عن حزب بقدونس كويس قوي، تجيبيها حزب بقدونس وتشطفيها كويس قوي وتحطيها في الخلاط، يبقى معاكي عصير وتشربيها. ده هنشوفها ان شاء الله المره الجايه. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.